السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم نوري. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله تكونوا مزيانين واحوالكم تكون طيبه. نوشكم مبروكه ان شاء الله يا ربي، الله يرزقكم ويرزقنا البركه ديال هاد الاشهر، والله يرزقنا يا ربي رمضان وان شاء الله يرزقنا في الصيام، والله يجعلناكم يا ربي من المقبولين، والله يبلغنا واياكم يا ربي رمضان لا فقيدين ولا مفقودين. اليوم فيديو جديد، شحال هادي درنا لكم فيديو، شحال هادي ما بارطاجينا معكم حتى شي حاجه هنايا في الفيديوهات. فمرحبا بكم ان شاء الله. اليوم كاين فيديو اللي مميز، غادي نوصي لكم فيه جوج ديال الحاجات مهمين بزاف واللي بغيتكم ودنيكم يكونوا معايا وخاطركم وبالكم حتى هو يكون معايا. الحاجه الاولى الواعره اللي جيت نوصي لكم هو الكومو ديال ناقص 50%، مازال مستمر عندنا، دونك مازال بامكانكم انكم تستافدوا من جميع الموديلات اللي حاليا مازالوا متوفرين، وغادي يكون عندكم خصم ديال ناقص 50%. إذن راتين دقيقه في الاثمنه، فمازال بامكانكم، مازال عندكم الحظ انكم تقدروا تستافدوا ان شاء الله. اليوم غنبارطاجي معكم لي موديل بلي بوينتو ديالكم باش نسهل عليكم انكم تدوزوا لا كوموند وانكم تعرفوا شنو اللي مازال متوفر. فغنحاول نبارطاجي معكم بزاف ديال الموديلات. بغيت نوصيكم ان هادشي اللي غنبارطاجي معكم شي حاجه اللي دوغوت كام، شي حاجه اللي توب 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 ديال بصح. فحاولوا انكم الى لقيتوا لا بوينتو ديالكم ولقيتوا موديل يعجبكم ما تضيعوش انكم تكونوا من المستفيدين، حيت هادشي راه توب ديال بصح والثمن راه هابط بزاف. والحاجه الثانيه اللي بغيت نوصل لكم، الناس اللي كيسولونا بزاف بزاف على لا كوليكسيون جديده، راها قريبه مابقاش ليها بزاف، راها قريب غادي تحط لكم ان شاء الله وغتكسبوز عليكم وغنشاركوها معكم. مابقاش بزاف لا كوليكسيون جديده، ايام قليله اللي كتوصلنا عليها اننا نشاركوا معكم واحد الجمال عاوتاني، شي حاجه دي الطوب ديال بصح. غادي تكون ان شاء الله على وتو هاد لا كوليكسيون هادي، وغتكون ان شاء الله على مستوى التطلعات ديالكم فين اللي خشمنا اجتهدنا فيها بزاف، خدمنا فيها بزاف باش تكون شي حاجه طوب وشي حاجه اللي ترضيكم وشي حاجه اللي ترضي جميع الادوار. فنبغيكم انكم تكونوا معايا على بال وتكونوا دايرين معايا بالكم، اون فوا غنبغيو نلونسيوها فغادي نعلمكم ان شاء الله باش تكونوا معايا على بال. ومرحبا بكم عندنا بطبيعه الحال. غير بالنسبه للناس اللي كيشوفونا اول مره ولا بداو كل فيديو كيكونوا ناس جداد اللي يلاه كيتعرفوا علينا، فاحنا نوني ماركه مغربيه للاحذيه الجينيه النسائيه 100%، عندنا كل ما يخص السيدات وكيكون عندنا كل ما تيبغيو السيدات من الاحذيه بمختلف الموديلات والموضات كذلك. فكاين بزاف ديال الموديلات اللي هما زوينين اللي تيعجبو بزاف ديال السيدات. بالنسبه لينا حنايا حاليا راحنا خدامين على لا كوليكسيون جديده ديالنا ديال الربيع ان شاء الله. فالتشكيلة ديال ربيع 2024 راها على الابواب. اليوم الفيديو غادي يكون عباره على غادي نوريكم فيه الموديلات مع القياسات المتوفره، فغنحاول نوريكم واحد لا كونتيتي ان شاء الله باذن الله تكون شويه كثيره. ولكن قبل ما نبدا نلونسي ليكم لي موديل اللي راهم كاينين، فبغيت نوضح لكم بعض المسائل. النقطه الاولى هو انه لي برومو ديال موان 50% يعني حاليا في الوقت فاش كاين هادي برومو هادو فما تيكونش لي شونج بالنسبه للتبدال، فتيكون ممنوع بالمره، يعني ما تيكونش لي شونج فدي زارتيكل سواء خليتو عندنا من المحل سواء خليتو عندنا بالليفغيزون. وبالنسبه للنقطه الثانيه اللي بغيت ناكد بها لكم هو ان هاد لي زارتيكل هادو اللي غنوريكم كاينين اللي باقي فيهم واحد ربعه ديال لي بوانتور، كاين اللي كتكون بقات فيهم ثلاثه كل موديل وشنو لي بوانتور اللي بقاو، زائد انه راه كاين عندنا الضغط بزاف في لي ميساج عندنا في الواتساب. فاذا بغيتو دوزو لا كوموند ديالكم الله يعطيكم الخير، انا غنعطيكم لي بوانتور، حاولوا انكم تصيفطوا لينا لا كوموند ديالكم على الواتساب على هذا الرقم هذا اللي انا مخليه لكم هنايا هو هذا الرقم ديالنا. صيفطوا لي الموديل اللي بغيتو القياس اللي بغيتو والمعلومات ديالكم. حاولوا ان المحادثه ديالنا لا كونفرساسيون ديالنا ما تكونش طويله بزاف باش حتى ما تضيعوش على راسكم لا بوانتور او لا ما تضيعوش على راسكم الترتيب ديالكم، خاصه وانا كنجاوبو على حسب الترتيب ديال لي ميساج القدام وحنا غاديين جداد. فحاولوا انكم الا صيفطوا الميساج ديالكم ما تصلوش بزاف، ما تصيفطوش بزاف ديال لي ميساج باش تحافظوا على الترتيب ديالكم والاولويه ديالكم. وما تقلقوش الا لقيتوا لا بوانتور ديالكم ما بقاتش، راه مبقاش بزاف ديال لي بوانتور كتكون بقات حاجه حاجه، فهداك الشيء باش ما تقلقوش. هذه هي لا بيريود دي سولد وهكا كتكون، ولا بدا ماشي كلشي كيستافد، ولكن نتمنى ان شاء الله يكون اكبر عدد من المستفيدين ونتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا محظوظين. فغادي نبدا لكم بهاد لي موديل هادو. المهم غادي نبدا نقول لكم شنو هما لي بوانتور لي بقاو في كل موديل غادي نقولهم لكم. بالنسبه للمساله واحده اخرى اللي هي جد مهمه قبل ما نبدا لكم لي بوانتور اللي غنوريكم، الا بغيتو انكم تكونوا اجور معنا وتشوفوا لي زارتيكل كاملين اللي بقاو فحاولوا انكم تدخلوا عندنا الرقم ديال الواتساب، راه تما فين كنبارطاجيو لي زارتيكل في ستوري، دونك تديروا ستوريات ديال الواتساب اللي تنبارطاجيو فيهم لي موديل كاملين، وشاك فوا تنبارطاجي معكم من لو ستوك. حاولوا انكم تدخلوا رقمنا ديال الواتساب باش هكا توصلوا باللي ستاتيو ديالنا في الواتساب. انا غندير لكم بهذا الموديل هذا الكود كور زوين بزاف،
هذا اللي كتشوفوا معايا فهذا كويستغ غنقول لكم حتى الاثمنه باش غيوليو غتاخذ معايا كالكولاسيون باش تزولي الاثمنه باش غيوليو. دونك عندي هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا تيجي تاع تبارك الله يعني حد الركبه على حسب المولي ديال السيده كاين اللي غيجيها فيت الركبه كاين اللي غيجيها نيشان كاين اللي غيجيها قصر على حسب الطول ديال كل سيده ولكن غالبا غتيجي الركبه وفيتها واحد شويه. الوغ بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا راه سي بغي كبير من برا ومن الداخل كله 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 كبير. بالنسبه لهذا فبقات فيها البنات 37 38 39 40 هما اللي راهم متوفرين في هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا وراه هنايا بالنسبه للسيدات على ودي مولي راه كاين فيه شويه ديال الالاستيك. الوغ بالنسبه لهذا الموديل كتسنى ديالو 2495 درهم غنقص منه 50% فهذا حاليا غادي يبقى بشحال دونك غادي يبقى ب 1247 درهم غيبقى هذا غير ب 1247 درهم هذا الموديل هذا. ندوز لكم الموديل الثاني اللي حتى هو ستيل كافالي راه دي موديل لي يعني شادي نقول لكم سبيسيال بالنسبه للكويغ راه دو ما عرفتش نقول لكم ولكن راه شي حاجه لي اوت 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 كاليتي بالنسبه للكويغ اللي تنوريكم بالنسبه للكويغ اللي كاينين لي موديل تنبارطاجي معكم. كويغ باش كيجي رطب كيجي سوبي كيجي زوين زائد ان الخدمه زائد لافينيسيون زائد الاتقان داك الشيء متقون داك الشيء خدمه على حقها وطريقها يعني كما يجب وكما يلزم الخدمه اللي ما نهضروش عليها وما نشطروش عليها. دونك بالنسبه لهذا الموديل اللي كتشوفوا معايا وبالنسبه لهذه الفرصه هذه ديال ناقص 50% انا غنقول لكم راه ان با غاتي حاولوا انكم ما تضيعوهاش حيت ماشي ديال تضيعوها. دونك بالنسبه لهذا الموديل اللي كتشوفوا معايا دابا كاين عندي هذا اللي تيدير 1950 درهم غتنقص منه 50% فغادي يبقى لكم غنقول لكم باش غادي يبقى لكم غادي يبقى لكم ب 975 درهم هذا غيبقى لكم غير ب 975 درهم فرصه اللي ما تضيعوهاش. لي بوانتور اللي بقاو في هذا الموديل هذا فهذا بقات فيه بوانتور وحده حاولوا انكم ما تضيعوهاش بقات فيه 38 وحده هي اللي بقات في هذا الموديل هذا ما تضيعوهاش. وندوزو لي دابا الموديل الثالث الموديل الثالث اللي غنوريكم هو هذا اللي بليتانو هذا اللي تيجي بليتانو بالنسبه له كبير راه تيجي كبير رقيق بزاف بزاف بليتانو راه تيجي فيه تقريبا واحد العلو ديال واحد 6 سنتيم اللي راه كاينه في لو طالون تيجي بهذا الشكل هذا بهذه الخدمه هذه بحال هكا والسنيفلا راه كتجي بحال لابارتي هذه بحال هكا. الوغ كاين عندنا هذا الموديل هذا اللي طالون فيه تقريبا علو ديال واحد 7 سنتيم كيف قلت لكم. بالنسبه لهذا لي بوانتور اللي راهم لقاو في هذا الموديل هذا فراه بقات فيه 37 38 39 40 وحده 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 غادي يبقاو في هذه الموديل هذو اللي كتشوفو معايا. اما بالنسبه للثمن الثمن شحال باش غادي يولي دونك هذا نورمالمون 997 الثمن نورمالمون هذا راه تيدير 1995 وغادي يبقى ب 997 باش غيبقى لكم هذا الموديل. بالنسبه لهذا لونواغ هذا فلونواغ بقات فيه 37 و 38 اللي راها بقات فيه 37 و 38 اللي بقات في هذا اللون هذا اللي راكم كتشوفوه معايا. ندوز لكم موديل اخر غنحاول باش ندوز لكم يعني شويه شويه ماشي غادي نتعطل لكم في كل موديل باش هكا نحاول نبارطاجي معكم موديلات اكثر واكثر. كاين عندي هذا الموديل هذا كذلك اللي كتشوفوا معايا بوط حتى هو طالع الجلد انا تنقول لكم على الجلد على الفينيسيون على الخدمه على الاتقان زعما الخدمه اللي هي متقونه وما نكرهش الناس اللي كدوا عندنا يخلوا لنا لي كومونتير الاراء ديالهم بطبيعه الحال اللي ما تنستغناوش عليهم. دونك كاين عندي هذا اللي كتشوفوا معايا في هذا الفيغ كاكي بهذا الموتيف هذا تيجي حتى هو طالع لو كبير راه كلهم كبير من برا ومن الداخل. بالنسبه لهذا اللي كتشوفوا معايا في الثمن ديالو نورمالمون هو 1995 درهم 1995 درهم وغيبقى لكم ب 997 درهم كنذكركم ما تضيعوش هاد الفرصه هادي. بالنسبه لهذا بقات فيه 7 بقات فيه 36 38 39 40 كيف كنقول لكم ما مضوبليش لي كونتيتي واحد 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 اللي بقى كل موديل فهادو اللي كنوريكم. كاين عندي هاد الموديل هذا هو اللي تنفسو في الواق بقات فيه 36 37 8 و 40 اللي راه كاينه في هذا النواغ هذا اللي راكم كتشوفوا معايا. بالنسبه للثمن 1995 درهم غيبقى لكم 997 درهم. ندوز لكم دابا الموديل الاخر للسيدات اللي تيبغيو لي طالون دونك السيدات اللي تيبغيو لي طالون اللي تيبغيو دي طالون اللي يكونوا دي طالون اوت بحال هكا فكاين هذا الموديل اللي فيه 8 سنتيم اللي راه كاينه فيه هذا بشحال كيبقى تما 1175 الوغ بالنسبه للثمن ديال هذا هو 2350 درهم غادي يبقى لكم ب 1175 درهم باش غادي يبقى لكم. اما بالنسبه لي بوانتور ديالو فهذا بقات فيه 36 38 و 39 وفي 40 دونك هذا فيه 40 كاينه في هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا كيجي بوانتور من قدام كيجي خطير مع لي روب مع لي جوب كيجي فريمون موديل زوين. كاين عندي هذا ايضا اللي
كتشوفوا معايا حتى هو ستيل كافالي تيجي بلا يعني بارابور لفرين اللي تكون هذا كيجي بلا اكثر منهم حتى هو يعني الكوير ديالو يا سلام اما بالنسبه للثمن ديالو فهو 2195 درهم غنقول لكم دابا شحال غادي يبقى نورمالمون 2195 غيبقى ب 1097 درهم باش غيبقى هذا الموديل هذا بالنسبه للبوانتور ففيه 36 38 و39 اللي بقات في هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا انا غنقول لكم الموديل الاخر عاود السيده تيبغيو شي حاجه تكون في المارون فكاين عندي هذا الموديل هذا حتى هو مميز كيجي فريمون زوين بزاف هذا الموديل بهاد لا كولور هادي كيجي اكثر من رائع بهاد السلسله هادي بحال هكا هنايا دونك بالنسبه لهاد الموديل هذا فتا هو الثمن ديالو نورمالمون 2095 درهم سي دو فري كوير مبرون من الداخل وغيبقى ب 1047 درهم دونك هذا البنات كيبقى ب 1047 درهم كاين فيه المارون وكاين فيه لون نوار هذا هو لون نوار ديالو راه الثمن ديالو اللي قلت لكم كيبقى ب 1047 درهم كاين عندي ايضا عاود هذا الموديل هذا حتى هو فيه جوج ديال الوينات هذا الموديل عاوتاني السيدات اللي كيبغوا لون نوار وتيبغوا المارون في هذا الكارنيتور هذه هنايا كتجي بهذا الشكل هذا السلسله ديالو كتجي هكا هنايا كبير من برا ومن الداخل دونك سي دو فري كوير كيجي حتى هو سبيسيال الثمن ديالو نورمالمون 1995 درهم وراه تيبقى لكم غير 997 درهم باش راه تيبقى لكم كاين فيه جوج ديال الوينات دونك كاين فيه لون كاين فيه المارون بالنسبه للبوانتور فهذا لي بوانتور فيه 36 38 37 40 اللي راه كاين هذا المارون هذا اللي كتشوفوا معايا الوغ من هنايا غندوز لكم عاود لا كولور بالضبط هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا بحال هكا دونك هذا تصور تيجي بلا بهذا الشكل هذا والجلد ديالو يا سلام تيجي رطب هذا الاختلاف اللي فيه هو انه ما فيهش سلسله هذا تيكون بحال هكا دونك ما تيبغيش السيدات اللي عندهم دي فوق مولي تيبغي السيدات اللي عندهم لي مولي شويه صغار دونك بالنسبه لهذا اللي كتشوفوا معايا فالثمن ديالو نورمالمون 2195 درهم وغادي يبقى بشحال غيبقى ب 1097 درهم باش غيبقى كاين فيه الطوب وكاين فيه كذلك حتى اللون الاسود دونك كاين فيه الطوب وكاين فيه لون واحد هذا اللي كتشوفوا معايا نفس الثمن دونك غيبقى ب 1097 درهم كيف قلت لكم وغندوز لكم هذا هو الاخر موديل باقي واحد بحيث غندوز لكم اللي دومي بون كاين عندي هذا ايضا حتى هو اللي كتشوفوا معايا اون فري كوير لو تالون ديالو تيجي ان ميني تالون يعني تقريبا في واحد 3 سنتيم ونص السلسله ديال هنايا اون فري كوير هذا كيدير 2245 درهم وغادي يبقى لكم يبقى 1122 درهم باش يبقى لكم هذا الموديل هذا وغندوز لكم الاخر موديل اللي غادي نوريكم ان شاء الله في لي بوت اللي طالعين باش ندوزو ان شاء الله اللي دومي حتى هما غنحاول نبارطاجيهم معكم في هذا الفيديو هذا ديال المارون كاين عندي هذا الموديل حتى هو كود كور حتى هو زوين تيجي ستيل كافالي بهذا الشكل هذا السلسله راه تجي من الفوق بحال هكا عندنا ميني تالون تقريبا في واحد 3 سنتيمتر عندنا فيه غزال وسبيسيال وزوين بالنسبه للثمن ديالو 2195 درهم وغادي يبقى ب 1097 درهم دونك هذا غيبقى لكم غير ب 1097 درهم نورمالمون حتى لي دومي بوك يعني اللي هما قصار عليهم داك الشيء راه ما كانوش بهذا الثمن هذا انا غنبارطاجيهم معكم كاين اللي كان ب 1500 كل واحد باش كان دونك دابا هادو غادي يوليو باقل من الثمن ديال لي دومي بوت 1097 درهم باش غادي يبقى ليكم ونوزو دابا لي دومي دونك غنبقى نبارطاجي معكم لي دومي تا هما هادشي اللي كنوريكم كله 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 راه دي موديل دو هوت كاليتي دي موديل لي اوت باش نكونو متاكدين نكونو واضحين في هاد المساله هادي لي موديل ديالنا كاملين راهم تيكونوا باش تكونوا عارفين تيكونوا كبير من برا ومن الداخل السنيسلات ديالهم كيكونوا اوريجينال لي غارنيتور تا هما اي حاجه اي موتيف لي هو ديكوراتيف راه تيكون اوريجينال بالنسبه لهذا اللي كتشوفوا معايا الجلد ديالو راه طب كاين هذا الموديل هذا اللي لي بوانتور اللي بقاو فيه فهذا بقات فيه 36 38 و39 هي اللي راه بقات في هذا الموديل هذا 36 38 و39 اللي تيجي بلي لاسي ستيل روك تيجي غزال مميز لا فورم فورم اللي هي توندونس تيجي بهذا لا فورم هذه ستيل كاري من القدام بهذا لا بغيت هذه هنايا دونك بالنسبه لهذا فبقات فيه 37 38 39 40 اللي بقات في هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا الثمن ديالو هو 1395 درهم هادو شوفوا هادو انو باغاتي انا باش نوصيكم باش نقول لكم راه الثمن باش تيوليو الثمن ديال واحد الثمن اللي هو اللي هو مناسب جدا 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 يعني فريمون ديال ما تضيعوهمش هذا تيبقى ب 699 درهم اللي عاد وريتكم لا كاليتي راه ما نقدرش لكم عليها حتى توصلكم وتقيسوا وتشوفوا وردوا عليا الخبر كاين عندي هذا حتى هو سي ان كود كور حتى هو غزال بزاف تيجي بطالون كاري بحال هكا
العلو ديال الطاون فيه تقريبا واحد 6 حتى 7 سنتيم. بالنسبه لي كونتور لي بقاو فيه بقات فيه 36 37 38 و 39 ربع ديال لي كونتور اللي راهم بقاو فيه. عندي فلو نوار، هذا هو لو نوار ديالو اللي كتشوفوا معايا بلي طاون ديالو بحال هكا. بالنسبه للنوار بقات فيه 37 وحده، بقات فيه بير وحده. هذا ايضا راه كيدير 1399 درهم، غادي يبقى ب 699 ياك، غيبقى ب 699 درهم. كاين عندي هذا الموديل، هذا حتى هو تيجي ستيل رو بحال هكا غزال سبيسيال زوين بزاف، لي لاسي بهاد لي موتيف هادو بحال هكا، السميسله ديالو الجلد، انا راه تنقول لكم على الجلد وتن تنكرش انني نوصل لكم يعني داك الملمس ديال الجلد كيفاش داير الخدمه، كيفاش داير الاتقان، كيفاش داير ميم لي غارنيتور، كيفاش دايرين ميم لا سوميل، كيفاش دايره شي حاجه توب ديال بصح. بالنسبه لهذا اللي كتشوفوا معايا فالثمن هو 1295 درهم، شحال غيبقى؟ تيبقى ب 647 درهم. لي بوانتوغ لي بقاو فيه 37 38 40 و 41 هما لي بقاو في هاد الموديل هذا. غندوز لكم دابا السيد اللي تيبغيو لي طالون اللي تيعجبهم لي موديل لي طالون، فكاين عندي هاد الموديل هذا، تيجي الطالون ديالو بهاد الشكل هذا، تيجي بوانتوغ من القدام، الجلد ديالو ضربتو فيه واحد لا سوبليس يا سلام، السميسه ديالو بحال هكا كبير من برا ومن الداخل. بالنسبه لهذا 1350 درهم، كيبقى 675 درهم. لي بوانتور لي بقاو فيه هي 41 فقط اللي راه بقات فيه. كاين عندي هذا الموديل هذا عاود اللي تا هو لا فورم ديالو كتجي بحال هكا، ستيل ديالو يعني طوندونس، لا فورم تاعي رائعه جدا كاري من القدام بهذا الموتيف هذا، هاد لابغيده هادي اللي كتجي هنايا، لو كوير من برا ومن الداخل، يعني لا سومي ديالو تيجي بواحد العلو ديال واحد 2.3 سنتيم اللي راه فيه. بالنسبه لهذا فبقات فيه 37 39 40 و 41 اللي راه بقات في هذا الموديل هذا، الثمن ديالو 1500 درهم وغادي يبقى 750 درهم باش راه غادي يبقى لكم هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا. كاين عندي هذا عاود ستيل ديال بحال اللي بغوا كان، وهذا كاين هذا الموديل هذا سبيسيال زوين بزاف وسورتو الجلد، انا بغيتكم تشوفوا معايا الجلد كيفاش راه داير، حيت راه واحد الخدمه يا سلام، واحد الرطوبيه، واحد الجمال فيه غزال غزال مميز بلي لاسي، وكاينه حتى السميسله باش تلبسوا بالسميسله لا دوبلور من برا ومن الداخل اون فري كوير. دونك هذا بقات فيه 37 38 و 40، الثمن هو 1385 درهم، نقصوا منها هي كيبقى ب 692 درهم، 692 درهم. ندوزو للسيدة اللي كيبغيو لي طالون، دونك هانتوما راه مناسينكمش، كاين خير البركة في لي طالون. كاين عندي هاد الموديل هذا اللي كيجي هكا بوانتو من القدام هنايا بهاد السميسلات هادو بحال هكا، دونك بالنسبة لهذا عاود لي طالون راه فيه تقريبا واحد 99 سنتيم اللي راه كاينة فيه، لا دوبلوغ راها تجي بيان سور اون كبير، كاين في هاد المارون هذا وكاين في المارون وكاين لو مار دو كولور لي راهم كاينين فيه. اما بالنسبه للثمن فهو 1295 درهم، تيبقى ب 647، دونك هذا كيبقى ب 647 درهم. لو نوار فبقات فيه غير 36 و39 دو بوانتور لي راهم بقاو فيه. الوغ ندوز دابا لهذا الموديل هذا اللي حدايا، ندوزو لهذا. كاين هذا اللي عندي هنايا فيه بهذا الطالون هذا كاغي غزال تا هو زوين بزاف، كاين هذا الموديل هذا في الكولو، ما فيهش هذا ما فيهش سنيسله البنات، هذا كيتلبس ليلاستيك، يعني ليلاستيك اللي فيه هو اللي كيتلبس منو، كاين هذا الموتيف هذا اللي هو ديكوراتيف. بالنسبه لهذا فالثمن ديالو 1445 درهم، شحال كيبقى؟ 725 درهم باش تيبقى لكم هذا الموديل. بالنسبه للنوار بقات فيه 39 و 40 اللي راها بقات في هذا النوار هذا. كاين عندي عاود هذا الموديل هذا، حتى هو لو ستيل ديالو كيجي زوين، السنيسه ديالو كتجيب هذا الموتيف هذا بحال هكا اوريجينال، كيف كنقول لكم لي غارنيتور كاملين باش كنخدمو راهم اوريجينال، في سنيسه هنا هذه غير ديكوراتيف، والسنيسه البرانسيبال اللي هي هذه لا سومي تجي كرونتي بهذا الشكل هذا، الجلد ديالو كيجي رقيق بزاف، الثمن ديالو 1395 درهم وتيبقى تيبقى ب 697 درهم. وبالنسبه لي كونتور لي فيه فبقات فيه 38 و 39 اللي راهم بقاو فيه. كاين عندي يعني في لو ميم ستيل ني تقريبا هكا، ستيل روك وستيل هكا اللي يعاود مودرن و غزيول، فكاين عندي هذا الموديل هذا اللي كيجي بهاد يعني اللي تيتحل منها بهاد السنيسله القداميه، دونك تيتحل بهاد البلاصه هادي القداميه كتخلوها وتيتلبس دومي بوت ديالكم لا سومين نفس لا سومين تجي كرونتي. بالنسبه للحله ديالو فتيتحل بحال هكا وراكم تلبسو دومي بوت ديالكم كرونتي. دونك بالنسبه لهذا فبقات فيه ثلاثه ديال لي كونتور 37 38 40، الثمن ديالو 1335 درهم، تيبقى
تيبقى ب 667 درهم باش يبقى لكم. كاين عندي هذا الموديل عاود، يا سلام على الطبيعه وعلى الجمال، تيجي كاري من القدام، في هذا لي موتيف هذو هنا هنايا لو دوري، ديك هذا لي موتيف هذو هنايا السميسه ديالو غزال بزاف، حتى هو رطبيه ما نعاودش لكم عليها، في جوج ديال لي كولور. دونك في هذا المارون هذا اللي بقات فيه 37 38 39 40، وكاين فيه لون نوار، لون نوار بقات فيه غير 40 بوحدها اللي راها بقات في هذا لون نوار هذا اللي راكم كتشوفوا فيها. الثمن ديالو 1450 درهم، وراه تيبقى لكم بشحال؟ 725، تيبقى ب 725 درهم باش راه تيبقى 1000. وفين عندي هذا حتى هو تيجي ستيل بازيك سامبل زوين بزاف، كود كور السيدات اللي كيبغيو شي حاجه تكون هكا سامبل وتكون زوينه. كاين هذا الموديل الرطوبيه ديال الجلد حتى هو راه رطب، يعني هادي راه ما تنقشوهاش. انا هاد لو بوان ما بغيتش نعاودها بزاف في التالي، عندنا من المسلمات يعني الرطوبيه عندنا من المسلمات، لا سومي الخطه ديالها عندنا من المسلمات، لا فابريكاسيون والخدمه تكون لا فابريكاسيون حتى هي من المسلمات. فداكشي باش يعني هادشي حنا مسلم، داكشي باش ما تبغيش نعاودو كل مره، ولكن تنقول كل فيديو راه كيكونوا ناس جداد يلاه تيعرفونا قبل الدخلوا يعرفوا بعض المعلومات. دونك هذا ايضا 1500 درهم تيبقى 750 درهم. كاين في هذا اللون هذا، وكاين كذلك حتى في اللون الاسود، هذا هو لو نوار ديالو اللي كتشوفوا معايا، هو هذا لو نوار ديال الموديل. بالنسبه لي بوانتور فبقات فيه 38 و39 هما اللي راهم بقاو فيه. كاين عندي ايضا هذا عاود لي بغود كان، السيدات اللي كيبغوا لي بغود كان كيبغوا هكا بلي لاسي، فكاين عندي هذا الموديل هذا فيه لي لاسي وفيه سميسلا، دونك لي لاسي سميسلا لا سيميل ما نعاودش لكم على الطوبيه خفيفه بزاف بزاف، مريحة ورطيبة بزاف بزاف. هذا كاين فيه جوج ديال اللون، دونك كاين فيه هاد الطوب هذا اللي بقات فيه 36 38 و 39، كاين وكاين فيه حتى 40، وكاين عندي لون نوار. دونك هذا هو لون نوار اللي تيجي بهاد لي لاسي هادو بحال هكا بالسنيسلة ديالو بحال هكا. بالنسبة للثمن 1395 درهم، 697 تيبقى ب 697 درهم باش تيبقى ليكم خفيف خفيف البنات، مريح ورطب. كاين عندي ايضا موديل عاود السيدات اللي كيبغيو لا سامبليسيتي، تيبغيو شي حاجه تكون سامبل ما يكونش فيها بزاف ديال لي موتيف بزاف ديال لي ديتاي، كاين هذا كيجي بواحد لو تالون تقريبا فيه واحد 4 سنتيم اللي راه كاين في لو تالون سومي الكوم. بالنسبه للرطوبيه ديال الجلد ما نعاود لكمش، السنيسله ديالو هنايا سامبل، سي ان موديل يعني بازيك غزال، مهم يكون عندكم بحال هذا الستيل هذا. بالنسبه لي موديل كاين عندنا لوغ، لوغ راه بقات فيه غير الكارون اللي راه بقات فيها البنات، وكاين عندنا هاد التوب هذا او هاد التاكي هذا، دونك هذا اللي بقات فيه 39 40 و41، الثمن ديالو البنات هو 1195 درهم، شحال تيبقى؟ هذا تيبقى ب 597 درهم، ايماجينيو 597 درهم سي اخي بون بخي والله العظيم، زعما الثمن ماشي غير مناسب، اكثر مناسب. وهاد كيف قلت لكم في الاول هاد الفرصه انا فقط حاولوا انكم ما تضيعوهاش، حيت دي موديل اللي توب ديال بصح دي موديل غزالين ديال بصح. كاين عندي هذا الموديل هذا نفسه اللي شفتو معايا مع اختلاف بسيط، هذا فيه السنيسله هنايا اللور، يعني الا كنتو تبغيو تجربوا هذه القضيه ديال السنيسله هنا اللور فكاين عندنا هذا، يعني ما كانش كديرونجيكم بيان سور، حيت ما كديرونجي ما كدير حتى ديرونجمون وتيبقى عندكم هنايا، يعني ما فيه لا سنيسله لا والو. فكاين عندي هذا في هاد لاكولور هادي بقات فيه 39 40 41، الحمد لله بعدا راه كاينه 41 سيلس ديال 41، وكاين عندي لون نوار، لون نوار بقات فيه 40، لون نوار تاهو بقات فيه هذا غير 40 راه بقات فيه، الثمن ديالو هو 1200 درهم وتيبقى ب 600 درهم. كاين عندي هذا الموديل تي شويه طالع على لي بوتين تي شويه طالع بهاد الموتيف هذا هنايا، بهاد لو تالون هذا تقريبا واحد 2 سنتيم ودمي اللي راه كاينه فيه، الجلد ديالو تيجي رقيقه بالسلسله ديالو هي هادي. بالنسبه للمارون فكاين عندي الثمن ديالو هو 1500 درهم تيبقى 750 درهم، وكاين عندي ايضا حتى الاسود، هذا هو اللون الاسود ديالو. بالنسبه للاسود فبقات فيه البنات لا بوانتور 40 اللي بقات فيه، بقات فيه غير 40 اللي بقات فيه. وكاين عندي هذا الموديل هذا حتى هو الاكثر اكثر اكثر مميز تقريبا، ما كيشبه البرود كان اللي وريتكم، هذا الا كنتو تبغيو ستيل يعني هكا ستيل برود كان ولكن سون لاسي، ما معاش لي لاسي، مع السنيسله ديالو هنايا كتجي اللور، هو كيجي مميز وكيجي زوين في اللبسه ديالو، زائد الخفه ديال لا سوميل يا سلام، راه تجي هنايا بلاتفورم شويه، هنايا حتى هو لا سوميل راها كوم. كاينين جوج ديال الوينات، كاين هذا اللون هذا اللي شفتو معايا سي ان تنقول لكم في واحد الميلونج ديال المارون، واحد المارون شويه باهت غادي شويه بحال النيود، المهم في واحد الميلونج ديال هاد الوينات. وكاين عندي لون نوار، هذا هو لون نوار ديالو. بالنسبه للثمن فهو 1395 درهم، شحال تيبقى ب 697 درهم باش تيبقى هذا، زائد عندي لو موديل هذا واقيلا لا قلت هذا هو الاخر اللي بقى لي معاه فيها ماشي واحد دابا واخا، دونك حيت باش ما نزيدش نكون عليكم بزاف الفيديو، ان شاء الله نبارطاجي معكم فيديو عاوتاني
قادم. زائد كيف قلت لكم ما تنساوش تدخلوا الرقم ديالنا باش يبداو يطلعوا عندكم لي ستوري واتساب ديالنا. راه غالبا الناس اللي عندنا في الواتساب مره تنبارطاجي معاهم هكا شويه اللي كنكون خدامه تنجي نبارطاجي عاود شويه من لي ستوري باش يكونوا عارفين شنو اللي رابقه. كاين هذا الموديل هذا سوا تيجي بوينتو بلو طالون ديالو بحال هكا بالسنيسله هذه بحال هكا. دونك هذا كاين هذا الاوبرجين هذا هذا الفيولي هذا بقات فيه 37 40 41 الثمن ديالو 1500 درهم تيبقى 750 درهم. وكاين عندي كذلك حتى في اللون الاسود دونك بالنسبه كاين في الاوبرجين وكاين في الاسود الثمن ديالو كيف قلت لكم 1500 درهم تيبقى 750 درهم. عاد كاين عندي هذا الموديل اكثر من انيق والرائع هذا اللي تيجي بهذا لو نوار هذا فيرني دونك تيجي نوار فيرني غلاسي بهذا الشكل هذا السنيسه ديالو هنايا الجلد ديالو راه كيجي رطب لو تالون فيه تقريبا واحد 5 سنتيمتر فيه ولا فورم ديالو كتجي كاري من القدام. دونك هذا فيه جوج ديال الميل الاسود وكاين فيه كذلك هذا اللون هذا البوردو مميز لابريونس ديالو يا سلام رائعه جدا. بالنسبه لي بوينتور فهذا بقى 38 39 الثمن ديالو 1500 درهم وكيبقى 750 درهم. وبهذا الموديل هذا راه وصلنا نهايه ديال الفيديو ديال اليوم هذا راه وصلنا نهايه ديال الفيديو ديال اليوم اللي كنشكركم كنتمنى انه يكون ينال اعجابكم كنتمنى ان الموديلات كذلك يكونوا يعجبوكم وانكم تكونوا كذلك من المستفيدين ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم وشكرا لكم على حسن المتابعه. شفتوا الفيديو حتى الاخر ما تنساوش ديروا لي كومونتير ولي بارطاج يكونوا كثار بزاف سورتو بارطاجيو هذه الميزه هذه راها دابا كاينه ديال انكم ما تضيعوهاش وحاولوا انكم تبارطاجيو مع الناس اللي راهم عرفتهم وتبغوا شي حاجه تكون طوب وسورتو بثمن ماشي مناسب لا اكثر من مناسب فريمون داسفين راها جد مناسبه بهذه البرومو هذه حاليا اللي بالنسبه لبزاف ديال الناس. فحاولوا انكم تستافدوا انكم ما تضيعوش الفرصه خاصه وان الجوده حاليا متاكده انها الفوق والثمن راه بزاف. هذا من جهه واحده اخرى نذكركم باهم الحاجه اللي قلت لكم في الفيديو هذا هو ان حاليا في هذه الفتره ديال الكومو ديال ناقصكم 600 الشونج راه ما كاينش فالله يعطيكم تكونوا متاكدين من الموديل اللي بغيتو تكوموديو ولا بغيتو اولا بغيتو تاخذوه قبل ما تاخذوه لانه الشونج راه ما تيكونش من حقكم. زائد الحاجه الثانيه هو انه الا صيفطتوا لينا في الواتساب حاولوا ان المحادثه ديالنا تكون قصيره بزاف صيفطوا الموديل اللي بغيتو البوانتو والمعلومات ديالكم باش هكا دغيا نكونفيرمو لا كومونت ديالكم باذن الله. التوصيل راه متاح راه باقي كاين التوصيل لجميع المدن المغربيه وشويه ديال الصبر كيف قلت لكم ما تقلقوش ولا بوانتو ديالكم مابقاتش راه هذه هي لا بيريود دي سولد ما تيكونش كلشي وما تيبقاش كلشي وماشي كلشي كيستافد ولكن كنتمنى انه يكونوا اكبر عدد من المستفيدين ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم على حسن المتابعه ما تنساوش تجيو لي كومونتير لي بارطاج ديروا معنا بالكم لا كوليكسيون جديده راه قريبه واستافدوا من البرومو. مرحبا.